المسافري والذي وصل في المركز الثالث براك قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في 6 دقائق 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان برايد المكتوم، تهانينا مضمر سعيد بن محمد بن حزيم، تهانينا للجميع والناموس. نتابع إذا مشاهدينا الكرام مع حضراتكم مرة أخرى، ويتجدد هذا اللقاء في انطلاقات المرموم. الجولة الثانية تبدأ من خلال هذه اللحظات حاملة تحدي آخر وانطلاق آخر خاص للمحليات الأصائل. انطلقت هذه الدفعة وهذه الأسماء معلنة تجدد روح النشاط مع هذه الشعارات في بداية هذا الموسم، وينطلق الشوط الخامس معلن تحدي جديد ورائع في ميادين السباق مع اللقاية لمسافة 4 كيلومترات. هذه الصورة أمامكم مشاهدين الأعزاء واضحة في الانطلاق الأول لمجريات هذا الشوط، ونقترب من البداية الأولى ونقترب من الصدارة والمدشنة الأولى الانطلاقات مع هذه اللحظات. لوبه احتلت المركز الاول، وانطلق لوبه احتلت المركز الاول لهجن العاصفه، بينما المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير البنكة في المركز الثاني. مشاهدين الأعزاء البنكة تعود ملكية لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، بينما عملية التضمير والمتابعة لسالم بن حمد بن هيان العامري انطلقت إلى المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظة الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تتواجد في المركز الثالث المضمر المتابع سعيد بن سالم الينيبي، والمركز الرابع وصلت المركز الأول. هذه مشاهدينا الاعزاء المسك لا زالت حتى اللحظه تقاوم مقاومه فعاله وجيده، هو بن صوغان تحاول لا زالت عندها فرصه سانحه بالفوز والناموس والانتصار، لكن المسك متمسكه بالصداره. تهانينا للمره الثانيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، ولبضعيف حمد بضعيف بن غدير مهندس التضمير الذي ينطلق ويوصل المسك الى خط النهايه. تهانينا والناموس المركز الثاني بن صوغان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم. المركز الثالث في هذه اللحظات تصل الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم. المركز الرابع الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. والمركز الخامس وصلت الشاهينية لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم. هذه النتيجة إذا مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى الواصلة بالمقدمة مع المسك الذي أهدت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم التحية والفوز والناموس، كما تهدي مضمرها المهندس حمد بضعيف بن غدير 6 دقائق 7 ثواني و7 أجزاء من الثانية مع أفضل توقيت حتى اللحظة تسجلها المسك، بينما اللي وصلت في المركز الثاني بن صوغان اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم قاطعة مسافة السباق في 6 دقائق 8 ثواني و2 من الثانية. تهانينا كذلك إلى المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على ما قدمه مع بن صوغان، بينما صاحبة المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء كانت من الجانب الآخر وهناك